هاي جايز، كيفكم؟ صباح الخير، مساء الخير. اليوم خلص اوف عطلة الي، انا عطلة بس بلش ضيع. اوكي سو اليوم طالعين رايحين على مكان ثاني، منتجع بس بإمارة ثانية، رايحين على هيك بعيد يعني ساعة ساعتين طريق. بس الاوتفيت اليوم ما بيرحم، يعني شو هاد لانا والشنطة ملبقتها معه، انه او ماي جاد، يعني شو هاد؟ اوكي راح اضب الشنطة. سوري، الحين احنا يوم ونص فمو محتاج اني اضب كتير، رح ناخذ بس وحدة. هاي فيها اغراضي واغراض لين. في مشكلة وحدة انه سيارتي كتير وسخة، هلا ما نظفتها، ما بعرف ليش عم بتكاسل. سارة ما عم تسمع الكلام الصراحة، فلا مستحيل انظفها اذا ما بتسمع الكلام، يعني لازم عقاب. اوكي مثل ما شايفين انا لحالي، بس مو رايحه لحالي، رايحه انا ولولو. راح اجيب لولو هلا من بيتها و بكون جاهزه. اذا انتبهتوا شلت الرموش الفيك وضلت على رموشي، فلما شلت رموش الفيك ما ضل رموش. امزح، في رموش بس ما كترت مسكرة، لانه يعني هلا دغري راح ننزل نسبح. انا بعرف سويت امبارح اظافري، شو رأيكم؟ حسيت أحمر وهيك، صار لي زمان ما حطيت أحمر. فا الأوتفيت جدا مريح، أنا ضيفة على عملت الميك اب، هاد الميك اب لما أنزل فيه على المسبح ما بيروح، فمشان هيك أنا رايحة فيه. ليتس جو، عنا طريق بحدود الساعة، بس التشيك إن عنا على الساعة واحدة، وهلأ الساعة واحدة عادي كل الناس هيك شو يعني، صح؟ اوكي بس حابة اشرب شي صراحة، بدي اروح اجيب شي اشربه وبدي اروح لعند لولو. بف شي دفعني اليوم انه قال لا اول ما افيق اغسل وجهي اجي اصور لكم سناب، غير الستوري اللي انا نزلته امبارح على الانستغرام. صرتوا تسالوني وكل المتابعين اللي هن انتم تركتوا الاسئلة وصرتوا تحكوا لي ليش عم تنزل سناب، فانا حسيت هون بتأنيب الضمير انه انا صار لي فترة طويلة كثير غايب على السناب، قلت والله اول ما افيق باليوم الثاني لاجي اصور لكم سناب. انا هنا موجود، فقلت اليوم غير جميل جدا ورائعه، اطلع احنا والاهل كلياتنا على منتجع، حيكون في فعاليات بحر من بنانا بوت والدولت بوت وجيت سكي، وحيكون في كثير فعاليات، فكونوا مستعدين وفعلوا زر الجرس. بس حاب احكي لكم بكل بساطه انه وصلنا على السناب 400,000 وليتس جو. يا نهار اسود، نجيب اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب؟ مش هيجي على مقاسي، يا نهار اسود ومنيل. يا قوم شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اوكي يا جماعه طلعنا، انا الحمد لله السعيده، امي على يميني ولين وراي قاعده. فلا بدنا نجمع كلياتنا، وقف عن شي محطة نجيب فطور كاس قهوة على السريع، بس لبين ما نصحصح بالطريق لنا ولولو ومياد وميلا بسيارة، وأنا وأمي ولينا بسيارة. عنكم الفرد الأول من العائلة والأغلى والأقوى والأعظم ومدير أمن المنطقة أمي، وعنكم آخر عنقود المدلل الموقر الحافظ المتحافظ اللي ما أدري حد يحكي معه كلمة، اللي بيحكي معه كلمة بقول بهدلة من ماما لين. معكم الشخص اللي ما له دعوه بالبلاء والمزح، عشانكم الشخص الرجال الوحيد، انا ما عندي اخ، انا المدلل يعني موجود معكم بالسياره. فهلا رايحين يا جماعه، بدنا نوصل بالسلامه، بدنا 38 دقيقه ودمتم سالمين. اوكي يا جماعه الخير، على بين ما نوصل سالوا امي سؤال، او مثلا طالما انتم هيك يعني معكم 40 دقيقه يا بنات تستغلوا الفرصه تطلبوني من ايد امي. اوكي لينو احكي لي كم نسبة حماسك للطلعة؟ 10 من 10. ووو. طيب شو الفعاليات اللي بدك تسويها؟ جبل كثير اسبح، يا جماعة كثير بحب اسبحها مع علي امبارح اسبح. ايه؟ يعني لا بتعرفي علمتك انت صغيرة؟ مصطفى يعني بتعرفي تفوشي، قصدي اذا بسبح مترين بعرف اسبح، بس اضل بمكاني هاي شوي صعبة علي. اوكي طيب مو مكتب بيقول لي مصطفى بسوي مثل الكلب، بسوي مثل الكلب انزل لتحت. هاي الموضوع مو ظابط معي. بدي شوية ابديت. انا حاولت اعلمها يا جماعة. كم نسبة جمال أخوك من 10 بدون لحية؟ لا أنا آسف الصراحة، يعني 3 من 10.
بس لأنك خيالك لاتة، بس بلحية أحلى صراحة. أنا أسوي هيك حاجة عشان أغير يعني مو أكتر. بس يعني حلو مو سيء، فاعطيتك لاتة مو صفر عشان تعرف. طيب ماما، ماما أبدا مراضي عن الموضوع. هلا ما بتعطي 10 أنا وابني. حلو كل حالاته. شفت قلت لكم يا جماعة ابني. هون الضرب السيارة ألبسه. ولا لحية طائية ولا طائية كله. طبعا يا جماعة اللبس اللي أنا لبسته أمي حبت إنه تلبق لي إياه يعني، وأشكرك جدا على طبخك الرائع والأنيق والرفيع. أنا لما كنت بفتح قلبي الصراحة يعني ما شاء الله عليك. فشو قلتي لي؟ كم من 10؟ مو أنت ماما. عشو؟ على جمالي بدون لحية. 10 من 10 طبعا. الأرض بعنا مو غزة. ماما عندي سؤال لك. احكي لي مين اكثر حدا من اولادك عذبك وهو صغير؟ يعني من عمر 3 سنين. لا مو هو صغير وواعي، هو صغير وواعي يعني مدرك عن تصرفاته. يعني ما عمر بين اميات تقريبا. يعني لا لسه بحس لا يعني بين عمر 4 سنين او 5 سنين ل 10 سنين او 8 سنين. انت والله مؤدب على الاستوريات طبعا. والله انت تروح تجنني الصبح لتقوم تلبس ثيابك وتروح على المدرسه. غير المدرسه انا من يومي انا ما احب المدارس تعرفين انت يعني. لا انت بيحب بالحياه العمليه مثلا ايه وتنزل على الحاره وتجيني على طول وجهك دم. ليه مشاكل؟ طيب يعني انا اكثر واحد كنت مشكل. ايه انت ايه. طيب يعني ما في ولا صفه فيني حلوه انا وصغير يعني. ايش في وكله ضرب في الشتيمه. لا غيره. طيب احكي لي هيك يعني كل شو اكثر موقف ضحكك وضحكتك فيه او عصبتك فيه انا وصغير هيك مستحيل تنسيه كل ما تذكريني فيه. ايه مره واحد سب لك عمه. سبك يعني؟ ايه جيت انت ضربته وتكامشته لما جيت وجهك كله دام. قال لك ماما شوفي اتركيني. لا قال لك شوفي ضربت لي وخجلان لما اخر شيء لانه سبني. تذكر ذاك اليوم يا جماعه ما صار فيه ما متذكر يا اما ضربته يا يمكن كان كثير ضخم وتكاتفوا عليك وعريض. ايه كان 2-3 ما مسكت حجر ضربت على راسه ما بتذكرها بس المهم انه انا كنت لحالي وكان في 3 يعني المهم انه انضربت وضربت يعني الحمد لله. كان في موقف كثير مضحك انا وصغير. طيب موقف حزين. حزين؟ ايه مره كنا رايحين على السوق بس ما لحقنا نطلع على المول وقعد على الدرج جرحت تمك هون كثير زعلت عليه. تذكرت هي شوف لسه معلم في هون عندي حس يا جماعة. اوكي يا جماعة هلا السؤال للين. ماما اسألي يعني لين كيف كانت. انا بتذكر لين هي وصغير كانت هادية يعني كانت ما لا تش ولا تنش. انا؟ ايه انا وقتها هادية سمعوا؟ لا هادية. كيف يعني هادية؟ يوم يومية. كيف يعني هادية؟ يعني ما بعزبة بس هو مشاكل ما برجع وجهي عليه دم بس قاعدين يعني ما كثير بتشارك بالحكي. عندي هادية وعندي آداب الحديث وهيك. ليش اللي بسكتوا بصفة هي آداب الحديث؟ لا يعني اللي بيحكوا وصلوا بيكون لرف بالكلام بينه وبين نانا مثلا. صح نانا ضل ما شاء الله حكي وسوالف وحركة وهيك يعني. لين لا بالعكس نانا مثل لين هادية مع انه بنفس البيت ونفس الغرفة وكله بس هيك شخصيات سبحان الله. بس لين سبحان الله يعني جاية حالة خاصة شيء جميل بالعائلة. كم سريات لك لحالك؟ طيب. لين مثلي أنا وصغيرة. طيب احكي ليش أكتر لين أكتر موقف لين عملت بضحك أنت كما تذكريه؟ أحس ما في بتضحك ضحك. ايه مرة أجيت من المدرسة لما عم بتقلنا أنه متعلمة كلمة جديدة. ايه بذكر يلا ايه تازبل. اجت لينا لعنا على البيت عم تقول انه انا تعلمت كلمه بالانجليزي. قلت لها شو هي الكلمه؟ فانه سله الزباله علموها هي بالانجليزي تازبل. وهي قالت تازبل اقسم بالله كنا على غدا كلياتنا قاعدين وبابا ونانا ويعني كنا صغار ايام. انتم بتحكوا عن كم سنه لورا يعني؟ بكيجي 1 كيجي 2 كيجي 2 لين ثاني 10 يعني عم نحكي عن 2010 2011 لين قالت تازبل وشرحت معناها وكلنا على الصفرة اللي قلب ضحك لأنكم ماتكم ثقافة أجنبية مثلي. لو أنتم ثقافة أجنبية كنتم مضحكتوا أقسم بالله. هذاك يوم يعني حرفيا زعلت قوي. ليش زعلت؟ لأنه هي المعلمة قالت لي هالكلمة هي اللي علمتني إياها. لو ألم من نفسي أو من شيء بنت أوكي تازبل زلمة.